النادي الصيفي. فعلا كانت كثير فقرات حلوه للاطفال، كانت كثير عايشين الجو مع الاطفال، طالعونا من الجو بصراحه. كانت كثير الفقرات كثير حلوه كثير غنيه، الله يعطيهم العافيه، يعني عم يشتغلوا عليهم مدربين الاولاد بشكل كويس، والحمد لله نحن نتمنى لكل الاولاد انه يطلعوا من جو الحرب، يخففوا من اعباء الحرب اللي عدت علينا، والحمد لله قدروا يطلعوا الاطفال من هذا الجو. ونقول مبروك على الاحتفال الحلو، وان شاء الله بدوام التوفيق والنجاح ان شاء الله.